السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم عند المغربية في بلجيكا. تتمت الرحلة إلى إسبانيا برشلونة، كل نهار جديد، كل نهار حاجة جديدة، مناطق سياحية. البلاصة اللي بغى يجي لإسبانيا وبغى يزور ما ينساش يجي لهاد البلاصة، سميتها لا كاسا باتلو غودي. هادي واحد الدار التاريخ ديالها تعود 1910. هي من بين المناطق السياحية ديال برشلونة. برشلونة في الشمس شوية أو في المهم الظل. التاريخ ديالها كيفاش، الأرشيتكتور ديالها، الهندسة المعمارية. تسمت بالمهندس اللي صوبانيت سميتو غودي، والتاريخ ديالها كيرجع ل 1910. هادي كي من بين المناطق السياحية اللي كاينة في إسبانيا اللي كيجيو لها السياح كيزوروها. التاريخ ديالها هاد الدار لا كاسا هي الدار ميزون 1910 التاريخ ديالها. ديزاين ديالها كيفاش داير، زوينة بزاف من على برا. لو بغيتو تدخلو راه تقدرو تدخلو تفيزيتيوها، حنا ما عندناش الوقت. غادي نشوفو هاد الدار لي حداها، المعمار تاهي كيفاش داير. صراحة عندهم شي ديور وشي ديزاين زوين بزاف. حضارة كبيرة في هاد اسبانيا. ندوزو للدار لي حداها، كاين توريست يجيو ليها بزاف من اسبانيا لأنها زوينة بزاف حقيقة. كاين ميتشاف، كاين هادي تاهي زوينة بزاف. بديتي خدموها شدينها ما شاء الله. بني غزال، بني عندهم زوين بزاف. بديتي البني اللي في القرون هو كاين. هذه هي الحلقة ديال اليوم.
من الرحلة ديالي لإسبانيا، إن شاء الله تكون عجبتكم. خديتوا فكرة على الأثر اللي تقدروا تزوروا إذا جيتوا إسبانيا إن شاء الله. هاد الإمارات اللي قدام تيرجع للتاريخ ديالهم القرون عديدة. انتو شتو التوريست كيجيو ليها بزاف. وهذه هي الحلقة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وإلى حلقة قادمة ان شاء الله في رحلة جديدة، أثر جديد من إسبانيا برشلونة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.